السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سيكون عندنا حديث بخصوص لونسي، تحدثنا عنها البارحة وتحدثنا حول خبر البارحة بخصوص حرق باينانس وكذلك ضرائب باينانس أو ضرائب العملة طبعا بشكل عام. فالحرق ونحن نتتبعه لأنه مهم جدا بالنسبة لهذه العملة من أجل تقليل العملة، وكان مشكل في نقص الفوليوم، نقص التداول بشكل يومي، وكل يوم يزداد إلا ويكون هناك نقص تداول رغم الحرق الذي يتم، رغم بعض الأخبار الإيجابية التي تمت على العملة، إلا أن هناك نقص في التداول. هذا راجع لضرائب الخاصة بهذه العملة، وجاء اقتراح من خلال يعني فريق عملة تيرا لونا طبعا. فجاء هناك خبر بأنه سيتم تقليل، وكان هناك اقتراح مر عليه أسبوع وسيتم تنفيذه ابتداء من هذا اليوم، من 12 من هذا اليوم سيتم تقليل الضرائب من 1.2% إلى 0.2%. هذا هو الخبر الرسمي الذي تراه أمام أعينك من خلال منصة باينانس، وكذلك ستجد هناك تغريدة على تويتر تؤكد لك هذا الخبر، بحيث أن باينانس تعلن عن دعمها لاقتراح تيرا لتقليل من معاملات حرق ضرائب لونسي وحتى لوستسي. هذا الخبر هذا يمكن أن أعتبره يعني كشيء إيجابي لعملة لونسي، بحيث أن هذه العملة يعني أشخاص كثيرين استثمروا بها ويعني ينتظرون فيها أي خبر يكون إيجابي يؤثر على العملة، خصوصا أنني يعني من الأشخاص اللي تحدثت عنها يعني في بعد التحويل، تحويلها إلى لونسي أو لونا كلاسيك وظهور لونا جديدة، تحدثنا عن هذا العملة وقلت لكم على أن لونسي لا تهملوها، حاولوا التركيز على لونسي وحتى لوستسي لأنه مهم بشكل كبير جدا، وأنا من الأشخاص اللي مستثمرين في هذه العملة دي بمبلغ يعني محترم في هذه العملة اللي هي لوستسي وحتى لونسي أو لونا كلاسيك. فنرجعوا للخبر ديال الحرق، بحيث انه يعني منصة باينانس يعني اعلنت على انها يعني ستتمثل الاقتراح الاخير اللي يسمى ب 52-34 اللي اقره مجتمع تيرونا، يعني بتقليل الحرق الضريبي لمعاملات لونسي وكذلك لوستسي يعني على هاد التوكنات هادو. ووفقا لما اودت يعني حتى دي كريبتو بازيك تم تمرير اقتراح تقليل الحرق الضريبي لمعاملات لونسي ولوستسي يعني من 1.2 الى 0.2%، بحيث ان هذا الاقتراح هذا يعني تم انتهاؤه الامس وسيتم تنفيذه اليوم على الساعه 12:50 بالتوقيت العالمي، خصوصا يعني ان باينانس ستقوم بتنفيذ التغييرات لجميع عمليات ايداع والسحب الخاصه بلونسي ولوستسي. كما اشارت حتى بورصه باينانس على انها ستقوم بخفض يعني الضرائب الى 0.2%، يعني بحيث انه كان في السابق 1.2%، الان سيتم خفضها الى 0.2% من عملة تيرا كلاسيك. الحديث عن الكوميونيتي الخاص بتيرا كلاسيك، تحدث عن التصويت اللي كان بخصوص يعني الاقتراح اللي كان يسمى ب 52-34 اللي مر عليه يعني اسبوع، حيث انه تم اطلاق هذا الاقتراح هذا على اساس الانخفاض الهائل يعني في الفوليوم، بحيث انه ما كانش هناك تداول، وكان هناك رغم ان اخبار ايجابيه كانت على عمله لونسي ولوستسي، الا انك توفي دائما انخفاض في هذه العمله، وهذا راجع للضريبة العاليه لعمله لونسي وعمله لوستسي، وهذا ما جعل الكثير ينسحب من هذه العمله وجعل الفوليوم ينخفض يوم على يوم. لهذا جاء الاقتراح من الكوميونتي بحيث انه يتم تقليل الضريبة، وهذا ما تم بالفعل، وفي انتظار أن يكون هذا الخبر له تأثير إيجابي على العملة ويكون هناك رجوع الفوليوم مرة أخرى، يعني يكون فوليوم مرتفع، وكذلك بانتظار يعني حتى أن السوق يتحرك بشكل إيجابي، هذا سيؤثر كذلك على عملة لونا كلاسيك. كما تم الكشف على أنه سوف يتم تخصيص 10% من الضريبة يعني لتذهب يعني إلى تنمية المجتمع وكذلك إلى العودة بالعملة مرة أخرى إلى الأعلى. وعلى ما يعتقد الكثير من الكوميونيتي على أنه يعني بانخفاض الضريبة سيزيد هذا في حجم التداول، على حسب ما
يذكر أو على حسب ما يتم تداوله وعلى حسب فكرة البعض وفكرة الكثير على أن المشكل هنا مشكل ضريبة، وننتظر أن يكون هناك فكرة حول هل أو سيكون هناك يعني الحل، يعني إما من خلال تخفيض الضريبة أو من خلال حتى سيكون هناك مشكلة الحرق، لأن كثير من ينتظر الحرق يكون بشكل قوي جدا ويزيد بهذا حجم الفوليوم اليومي. طبعا تخصيص 10% من الضرائب لتكون عندها أو لتذهب لتنمية المشروع وتنمية المجتمع، فهذا ممكن أن نعتبره شيء إيجابي، لكن أنه يتم بالطبع أن يذهب إلى هذا المكان، يتم بالطبع لتنمية به المجتمع. هذا من جهة أخرى إخواني، وهذا آخر شيء في هذا الفيديو. هذه حلقة فقط إخبارية بالنسبة لكم، كان مصدرها مصدر باينانس، وبالنسبة كذلك للناس التي تسأل هل أشتري هم لا أشتري، فأخي يبقى لك أنت نظرتك حول شرائك. أنا ما أعطيه لك هو نظرة وأنت تختار، إما أن تشتري إما لا، لأنك أنت في الأول وفي الأخير من تتحمل أرباحك ومن تتحمل خسارتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.